وعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها للعاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية الثانية التي يستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعاصمة الأمريكية، بمشاركة 49 من القادة الأفارقة لتعزيز الرؤية المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الإفريقية. وعقب وصول السيد الرئيس للعاصمة الأمريكية واشنطن، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الأمريكيون وأعضاء السفارة المصرية في واشنطن. كما حرصت الجالية المصرية على استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى مقر الإقامة في واشنطن.